السلام عليكم فريق التنين من قناة التنين، ارحب بكم ويقدم لكم تردد قناة جديدة لسه نازلة على القمر نايل سات. فنبدأ ندخل من الريموت على المنيو، من المنيو بنختار التركيب، من التركيب بندخل على قائمة الترددات لإضافة تردد القناة الجديدة اللي لسه نازلة على القمر نايل سات. تردد القناة هو 12646 12646، معدل الترميز 27500 معدل الترميز 27500، والاستقطاب افقي. زي ما شايفين التردد اشارة قوية والجودة عالية. التردد ليك 5 درجات فوق او 5 درجات تحت حتى تحصل على اعلى اشارة واعلى جودة. زي ما شايفين التردد اشارته قوية والجودة عالية. بنعلم عليه علامة صح من الريموت ونبدأ عملية البحث. اهم حاجة بحث الشبكة يكون مغلق لبحث التردد المتعلم عليه علامة صح فقط. ونوع القناة جميع القنوات زي ما شايفين بيبحث لنا التردد 12646 معدل الترميز 27500 استقطاب افقي. الحين بيطلب حفظ القنوات على الرسيفر، نقول له اوكي. لكل من يشاهد قناة التنين عليه دعم القناة، مبروك عليكم القناة الجديدة اللي لسه نازلة على القمر نايل سات. القناة هي قناة جزائرية، القناة نازلة باسم قناة الهقار الجزائرية. تردد القناة هو 12646 معدل الترميز 27500 استقطاب افقي. مبروك عليكم القناة الجديدة. لكل من يشاهد قناة التنين عليه دعم القناة باللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس لتلاقي كل ما هو جديد في عالم القنوات والترددات والاقمار الصناعية. اي حد محتاج تردد قناة جديدة يراسل قناة التنين واحنا بنبعت له احدث تردد للقناة. اي حد عنده مشكله في الريسيفر يراسل القناه احنا بنحل له مشكله الريسيفر. اي حد محتاج سوفت وير الريسيفر احنا بنبعت له احدث سوفت وير. انتظر مفاجآت قناه التنين في الايام القادمه. شكرا لمحبي ومتابعي قناه التنين على متابعه القناه، وبرجاء تشهير الفيديو لانتشار قناتكم قناه التنين.